الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. مشاهدينا مشاهداتنا الأعزاء، نكمل معكم حول أسماء القرآن الكريم. قلنا بأن القرآن الكريم أسماء متعددة وأيضا له أوصاف، وإن كانت الأوصاف التي وردت في القرآن الكريم لهذا الكتاب العزيز طبعا هي أكثر، لأن الأوصاف هي التي تحدد هوية هذا الكتاب وتحدد طبيعة هذا الكتاب، ومن الطبيعي أن تكون الأوصاف أكثر من الأسماء، وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم، فهو أكثر من ذكر الأوصاف، وإن كانت الأسماء أقل بكثير مما ورد من الأوصاف في الكتاب العزيز. فإذا القرآن الكريم يصف نفسه بأيضا مضافا إلى أنه المجيد والكريم والحكيم والعظيم والعزيز، أيضا يصف نفسه بأنه المبارك، وذلك في قوله أو المبارك والمبين والمتشابه. وكذلك أيضا من جملة الأوصاف لهذا الكتاب العزيز بأنه المثاني، وذلك في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فهذه الآية تحتوي على وصفين للقرآن الكريم واسما له، فهي تقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا، هذا اسم للقرآن، وذكرناه سابقا، قلنا بأن الكتاب هو اسم للقرآن، وكذلك ذكرنا سابقا بأن من جملة أوصاف القرآن الكريم المتشابه، وكذلك هنا نضيف وصفا جديدا وهو مثاني. وكذلك من جملة الأوصاف للقرآن الكريم كما وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه العربي، وذلك في قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا في هذه الآية الكريمة فيها ذكر لهذا الكتاب، اسم لهذا الكتاب وهو قرآن، وهذا القرآن وصف بأنه عربي. وكذلك من جملة ما وصف به الكتاب العزيز القرآن الكريم بأنه غير ذي عوج، لا عوج فيه ولا انحراف ولا أباطيل، وقد ورد ذلك في قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. هذا ما ورد أيضا في هذه الآية الكريمة، قرآنا عربيا، فإذا هذا وصف له عربي، وكذلك أيضا من جملة أوصافه أنه غير ذي عوج. كذلك من جملة الأوصاف لهذا الكتاب العزيز بأنه ذو الذكر، كما ورد في قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. فالقرآن هو اسم من أسماء الكتاب العزيز، وذي الذكر هو أيضا وصف له. نكتفي بهذا المقدار، نلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.